قبل ما تنام كده فكر وارفع ايدك لربنا سبحانه وتعالى وادعي لوالديك بالدعاء اللي حفظه لك ده. ادعي ربنا وارفع ايدك وقول: اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف اوزارهم وسيء إصرارهم، وارحمهم يا ربنا رحمة تنير بها مضاجعهم في قبورهم وتؤمنهم بها الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين، وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين، وتعطف عليهم كما كانوا علينا في صغرنا متعطفين. اللهم ارحم والدينا واغفر لهم وترد عنهم وأنزل عليهم لطفك وبرك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. سيدنا عبد الله بن عباس رضوان الله عليه وارضاه يقول إن الإنسان اللي ما بيقولش في السجود كل يوم 5 مرات بل وكل صلاة وكل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة يمكن يكون دخل في العقوق. ما تنسوش تدعوا لوالديكم.